أهلاً وسهلاً بكم في قناتكم قناة الحرية للأخبار الحصرية. رجاءً الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وشكراً. علمت موزايك أن أعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني ببوشيوشة وتنفيذاً لتعليمات صادرة عن النيابة العمومية قاموا صباح اليوم الأربعاء بإيقاف الكاتب العام لنقابة أعوان وإطارات العدلية الحطاب بن عثمان. ويذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أفرج مساء أمس الثلاثاء عن الحطاب بن عثمان، وذلك إثر استنطاقه من أجل قضية ذات صبغة إرهابية ليتم إيقافه مجدداً اليوم. شكراً على حسن المتابعة وإلى اللقاء. لا تنسوا ضغط زر الإعجاب وترك تعليقاتكم.